المدفعية هون ورا هالسادر بإذن الله منصورين وإن شاء الله نلقى الأحباب. نحن مش حوارين ورح نلقى المكحلين. الحمد لله تحرير كلية المدفعية بالكامل الحمد لله، ونحن الآن كلية جوية الحمد لله. تم اللقاء مع الأخوة في حلب المحاصرة، وتم اللقاء مع أخوة من الأخوة المجاهدين، تم اللقاء معهم، تم فك الحصار عنهم ولله الحمد. هذه غير الغنائم. الله أكبر. الحمد لله. صبر صبر. هذول إيش الكورنيت؟ شبابنا. هاي نحن حاليا هلا بكراج البولمان، وهي دوار الطياره كانت في ايدي معاقل قوات النظام وشبيحه الاسد. الحمد لله رب العالمين، حررنا الراموسه وحررنا الدباغيات وحررنا البلديه وحررنا الفرن وحررنا كراج البولمان، ورب العالمين اكرمنا بهالنصر الكبير. والحمد لله الاخوه كافه الفصائل ما قصروا واشتغلنا بتقوى الله. والحمد لله كانت معركه عنيفه من قبل قوات الاسد، حاولوا كثير انه يصدونا، ونحن اصرينا على الاقتحام وعلى النصر وعلى فك الحصار باذن الله. والحمد لله الله اكرمنا وانعمنا، وهي شوفت عينكم. الحمد لله رب العالمين، ألف الحمد لله والشكر لله إنه فك الحصار على أهلنا
بمحافظة حلب، وإن شاء الله عقبال البقايا يا رب. ونتمنى هيك الأمور ترجع مثل أول، ونخلص من هالأزمة، نخلص من هالوضع اللي احنا فيه، وعقبال بقية المحافظات السورية يا رب. مبسوط اليوم لفك الحصار عن أهلنا في حلب، وبتمنى يرجع وأنا من مدينته لحلب. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين فتح الطريق وفك الحصار عن أهلنا في حلب، وإن شاء الله رب العالمين بيندحر الطاغي عن حلب كلها وعن كل جميع أنحاء سوريا وبلاد الشام. أحلى شغلة اللي صارت هي تحرير حلب، وإن شاء الله بتتحرر سوريا كلها مو بس حلب. فلذلك نحن هاي أكبر فرحة لنا إنه تحررت حلب، وإن شاء الله قبل ما تحرر حماة وتتحرر حمص وتتحرر جميع سوريا والوادية إن شاء الله بإذن الله تعالى، وناخذها للقرداحة في ذاتها. إحنا انبسطنا كتير بخبر تحرير حلب. الله ينصر أبطالنا المجاهدين ويحميهم من كل شر. جيش الفتح كمان. الله ينصرهم يا رب ويحميهم. إن شاء الله تتحرر حلب بالكامل. والله حقيقة يعني ما حدث في حلب في الفترة الأخيرة هو ما نتمناه في جميع مناطق سوريا المحاصرة. يعني فك الحصار كان من أجمل المشاعر التي يشعر بها الإنسان بعد حصار دام لفترات طويلة وقاصف ونقص بالمواد الغذائية والأدوية. يعني نتمنى ذلك أن يتكرر في الغوطة الشرقية في داريا على أمل النصر التام في كامل بقاع سوريا. أي الحمد لله، والله كأنه النصر عنهم بالغوطة الشرقية. عم وزع حلويات عبال عنا إن شاء الله بالغوطة، وفرحتنا لأهل حلب إن شاء الله هيك بيفرحوا وبيجوا لعنا ونحرر البلاد كلياتنا سوا، بنتوحد ويتوحدوا عنا الفصائل بالغوطة الشرقية ونصير إيد واحدة كل سوريا، بصير جيش واحد. والله شيء بيرفع الراس، شيء يعني بيخلي المعنويات تكبر أكثر، وشيء يعني إنه الله يقويهم الله يحميهم، ما بدنا غير هيك نحن. تلقى أهالي غوطة الشرقية خبر أهازيج النصر وأعراس الفرح، فرح النصر بكل سعادة وسرور، وأدرك الناس هنا أنه لا سبيل للخلاص من هذا الظالم ومن هذا النظام الظالم إلا بالوحدة، ولا سبيل إلا بالتكاتف والتعاضد، فالذئب لا يأكل إلا من الناجة القاصر. أو بسبب توحد الفصائل مع بعض البعض قدم الإنجاز الكبير لأحرار سوريا، ونتمنى أنه عقبال ما نسمع أخبار طيبة ويحررون سوريا كلها من رجس هالنظام الفاجر. نحن فخورين كتير ب جيش الفتح يلي حرر مدينة حلب وفك الحصار عن 300,000 من المواطنين في مدينة حلب، وإن شاء الله الله يفتح على يدهم بقية البلاد، وإن شاء الله بيفتحوا كل سوريا وبيحرروها من النظام الظالم. نشكر رب العالمين على تقديم النصر وهبته لنا وتوحيد الثورة والثوار تحت علم واحد، ونتمنى من الله أن يعطينا النصر الأكبر بتحرير حلب والشام وسقوط الطاغي ومن يتبعه، وإن شاء الله سوف يكون قريبا. الحمد لله الأسبوع سمعنا أخبار كثير طيبة من حلب، فانتصرت اللي صارت في التوحيد مع جيش الفتح، الحمد لله تم تحرير منطقة كبيرة من حلب، وبإذن الله الأيام القادمة نطرين من شباب جيش الفتح تحرير حلب كاملة. طبعا انتصارات حلب فرحة عظيمة جدا للشعب السوري بشكل خاص والشعب المسلم بشكل عام. انتصارات اللي صارت بحلب طبعا بفضل الشباب السوار المجاهدين الأبطال، يعني أي كلمة منقولها ما منعبر عن امتناننا والشكر إلهم. طبعا الانتصارات صارت بحلب الفترة الأخيرة، كسر الحصار وفك الحصار، وإن شاء الله فتح حلب كلها ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والله ساعات يعني ما في مثل الحمد لله رب العالمين. كنا نتمنى انه نكون موجودين مع الاخوه ومشاركين في العمل، وان شاء الله في عمل لنا كمان قريبا، نحن ان شاء الله راح يكون مشان تخفيف الضغط على حلب ان شاء الله قريبا جدا، ان شاء الله راح نكون موجودين بكثافه باذن الله. والحمد لله والله الشارع كله مبسوط وفرحانين، ووزعنا الحمد لله الحلو بمناسبة النصر إن شاء الله. هلا بالنسبة لانتصار حلب، أنا بعتبره انتصار مفصلي وتاريخي بتاريخ الثورة السورية، لأن من خلال هذا الانتصار طبعاً هو ما أجا من فراغ، فصائل المعارضة كلها توحدت ضد النظام، أخذت مواقع استراتيجية مهمة. بنتمنى هذا التوحد يشمل كل محافظات سوريا ويكون نموذج جيد بالممتاز.
النصر كان عظيم لنا ولشعب حلب بالكامل، وان شاء الله النصر بيعم جميع انحاء سوريا. وقت اللي كان حلب محاصره كانوا نحن كنا محاصرين، وقت الفتح حلب كانوا نحن تحررنا وتحرر ان شاء الله بسوريا، وان شاء الله النصر قادم باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين على الانتصار الكبير اللي صار بمحافظه حلب. هذا انتصار طبعا ما بس للشعب الحلبي، هذا انتصار لكافه الشعب السوري. الانتصار خلى الشعب يصير عنده امل كبير بانتصار الثوره المباركه، ثورتنا العظيمه، وان شاء الله النصر قريب، وان شاء الله التحرير قادم لجميع محافظات سوريا بالكامل. طبعا نحن هون بريف حمص الشمالي بنعتبر نفسنا احنا واهلنا بحلب شعب واحد، والحمد لله رب العالمين هذا الانتصار اللي صار بحلب هو احنا بنعتبره انتصار لنا وانتصار لكل الشعب السوري. بنتمنى انه الانتصارات تستمر والمعركه تتواصل لحتى تحرير كامل حلب وتحرير سوريا بشكل كامل. نصر الله عز وجل يكون لنا بناء على نصرنا لله، وكيف يكون؟ بالتمسك بنهج النبي صلى الله عليه وسلم وبتوحد الفصائل. فها نحن قد نرى قد توحدت الفصائل، وكان من ثمارها تحرير حلب. وان شاء الله عز وجل توحد المجاهدين يعني تحرير سوريا، وبالتالي تحرير الأمة الإسلامية أجمعين. فنحن ندعو الجميع الأخوة من جميع الفصائل، جميع المجاهدين في كل مكان للتوحد، ولنا في الأخوة المجاهدين في حلب أسوة حسنة حيث توحدوا وبالتالي تحررت حلب. فإن شاء الله عز وجل إن شاء الله ستتحرر سوريا عندما يتوحد إخواننا المجاهدون أجمعين. هاي نتيجة توحد الفصائل في بعضها، وإن شاء الله ستتوحد الفصائل في جميع سوريا بفك الحصار عن حمص وعن حماة وعن دمشق وعن الغوطة. هي نتيجة التوحد ونتيجة التخطيط العسكري الواحد. نشكر جهود كل من ساهم في هذا العمل العظيم الذي شارك فيه جميع الفصائل المقاتلة على الأرض، وإن شاء الله نتمنى لهم إنجازات عظيمة. وهذا العمل يعني مو غريب على الجيش الفتح، حقق إنجازات بكل سوريا الحمد لله، ونحن داعي له بالنصر والتقدم. إن شاء الله بياخذوا مدينة حلب في الكامل ويعطيهم العافية وكتر الله خيرهم على هالإنجاز العظيم. الحمد لله رب العالمين على هذه العملية البطولية لهذا الجيش الفتح العظيم، وكانت هذه العملية الثانية من بعد محافظة إدلب فك الحصار عن أهالينا في مدينة حلب. ونشكر جميع الفصائل التي شاركت في هذا العمل البطولي، وننتظر منهم القريب العاجل في محافظة حماة ومحافظة اللاذقية إن شاء الله. أما بالنسبة لفك الحصار عن أخوتنا في حلب فأحب أن أوجه رسالتين إلى أحبابنا وأخوتنا في حلب. الرسالة الأولى إلى الجيش الحر: أيها الجيش الحر، لقد أعطاك الناس ثقته ومنحك الثقة لكي تساعد أهلك وإخوانك وترد الظلم عنهم. أيها الجيش الحر، كن على قدر المسؤولية وقدم المعونة والخير والمساعدة لأهلك المستضعفين في حلب. أما الرسالة الثانية إلى النظام، فقد ظنه صيدا فكان قيدا. لما تلقيت نبأ فك الحصار عن مدينة حلب وعن الأخوة المحاصرين في حلب، ولن أقول محاصرين بل هم كانوا متمسكين بأرضهم أبوا أن يخرجوا منها، تلقيت هذا النبأ ولم يحضرني إلا قوله تعالى: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فهذا النصر الذي ألقاه الله على جيش الفتح هو لم ينتصروا بعدة ولا بعتاد، إنما انتصروا بإيمانهم بالله عز وجل وحسن ظنهم بالله عز وجل. فالحمد لله رب العالمين، ونسأل الله أن يكلل هذا الانتصار بتحرير مدينة حلب بالكامل وبشكل أكبر سوريا إن شاء الله من كل الطغاة والمفسدين. من وقت اللي أعلنوا معركة فك الحصار عن حلب عشنا بكامل حواسنا لحظة بلحظة دقيقة بدقيقة نراقب الأخبار، نراقب كل شيء. فرحتنا ما بنعطيها للعالم، ما بنبيعها بمال العالم، فرحتنا بفك الحصار عن أخواننا المرابطين وليس المحاصرين. إن شاء الله سيكون فتح حلب بشكل كامل وتكون منها نقطة الانطلاق إلى فتح سوريا من هذا النظام الذي لا يحمل من الإنسانية ولا 1%. بالنسبة لفك الحصار عن إخواننا بحلب، إحنا أهالي مدينة دير الزور نهنيهم برعة الشعب القوية اللي أثبت الشعب السوري بها أنه إحنا أقوى من كل أسلحة العالم، أقوى من الطيران، أقوى من الدنيا كلياتها. إرادة الشعب أقوى من كل شيء.
والحمد لله رب العالمين معانا، وإن شاء الله الله يكتب النصر لباقي المدن السورية كلياتهم. وإذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد الليل أن ينجلي ولا بد القيد أن ينكسر. الحمد لله أن الله أيدنا بالنصر، لله الحمد، بقوة إيمان الحمد لله الأبطال والمجاهدين، والله يجزيهم الخير الحمد لله. هن يعني بإذن الله يعني تشبثوا بعقيدة الإسلام لا إله إلا الله، فسبحان الله رب العالمين نصروا عكس الجيش الظالم اللي استعان بروسيا، فرب العالمين يعني رد كيدهم إلى نحورهم، فالله يثبت المجاهدين والله ينصرهم. الحمد لله، العزة لله، الله أكبر، الله أكبر.